في صغرنا كان كل الاهتمام الأساسي عند أمي هو تحصيلنا العلمي وأن علامتنا في المدرسة تكون مرتفعة، يعني ما كانت رح تكون فرحانة إلا إذا كنا الأولين في الصف. ومن عمر صغير كنت على يقين تماماً أني كنت بدي أكون مستقلة ذاتياً ومادياً، وكنت أحلم بالعيش في أمريكا وأتعلم في أحسن الجامعات وأتعرف على أحسن الناس لأطور من حالي. لكن الخطوة الأولى في حلمي الأمريكي بلش من المغرب، وتحديداً قدام شاشة التلفزيون في غرفة الجلوس عنا في البيت. المغرب طبعاً بلد عربي فرنكوفوني، واللغتان يلي نتكلم فيها هناك هي العربية والفرنسية، ففي المدرسة كان التركيز على هدول اللغتين، وحتى في البيت عنا فرصتي الوحيدة هذاك الوقت لأتعلم لغة جديدة كان هو التلفزيون. فصار التلفزيون صديقي العزيز، من خلاله كنت بتفرج على مسلسلات وبرامج أمريكية، فعلمت نفسي بنفسي لغة جديدة وصرت أتقن الإنجليزية. اهتمامي بالبرامج المالية وأخبار رواد الأعمال علمني الكثير. كيف أصرف مصروفي الأسبوعي؟ شو أشتري؟ وكيف أقارن الأسعار عند الشراء؟ وكيف أنتهز الفرصة في وقت السيل؟ فلا إرادياً أنا كنت عم جهز حالي للمستقبل، ولما أرجع أتذكر طفولتي بشوف أني كنت أثقف نفسي بالشؤون المالية اللي صارت هلأ مجال عملي وحطتني على طريق مليوني الأول. من خلال تجربتي أنصح كل الأهالي أنهم يركزوا على التثقيف المالي لأطفالهم. التعليم الأكاديمي مهم جداً، بس التثقيف المالي أساسي لمستقبلنا ومستقبل أولادنا. ابني أو بنتي ما عندهم قيمة للفلوس، هاي جملة بنسمعها من كثير أهل بيشتكوا من عدم تقدير أبنائهم للفلوس اللي دفعوها على أغراض لإلهم. أقولكم ليش ما عندهم قيمة للفلوس أو وعي مالي. المشكلة منكم والحل عندكم، فبناء الشخصية المالية للأبناء هو جزء أساسي من تكوين شخصيتهم المستقبلية. فبالعادة الآباء بيحرصوا على تنمية الجانب الأخلاقي والتعليمي لأطفالهم، بس بينسوا تنمية الجانب المالي عندهم، مع أنه جانب أساسي بنجاحهم بحياتهم العملية بس يكبروا. خلينا بالبداية نحدد شو يعني تربية مالية. ما رح نعقد الموضوع كثير بمصطلحات كبيرة، ببساطة التربية المالية بتبدأ من إعطاء الطفل مصروف يومي أو مصروف شهري ليشتري اللي بده إياه، بدل ما أنه يطلبه منكم مباشرة. بمعنى آخر، المصروف بيخلي الطفل يشوف بنفس القيمة المادية للأشياء اللي رح يشتريها، رح يتعلم مفهوم القدرة المالية اللي بيملكها ويقارنها بقدرته الشرائية. مثلاً ما رح يقدر يشتري اللعبة اللي بتتجاوز مصروفها اليومي إلا إذا وفر أو تدخر المال إلها، ومن هون بتبلش تتراكم عنده الخبرة بالتفاوض والخبرة في التدبير والتخطيط. هاي التربية بحسب خبراء فيكم تبلشوها مع أطفالكم من عمر 5 سنين تقريباً، مع بداية وعيهم بالأرقام والحسابات البسيطة. فتخيلوا معي، في دراسة أجرتها جامعة كامبريدج وجدت أنه عادات الأطفال المالية بتتشكل بعمر 7 سنوات بس. أول طريقة لتبلشوا تشرحوا للطفل عن المال هو استخدام الحصالة الشفافة لادخار المال. هذا شيء بديهي علمونا إياه آبائنا أجدادنا من أحنا وصغار عشان نتعلم الادخار. تعليم الأطفال عن المال بفكرة الحصالة العادية فكرة رائعة، لأنها بتعطي الأطفال بعد بصري لكي يستثمروا يلي عم بيوفروه، لأن الأطفال بهذا العمر بيتعلموا بحواسهم بلمسهم للفلوس ورؤيتها. وعلى فكرة أنا قلت شفافة إذا انتبهتوا، لأن الأطفال بهي الطريقة رح يشوفوا الأموال عم تتراكم. بس تصير عندهم هاي العادة بنبلش نفكر كيف نساعدهم باستثمار مدخراتهم عشان تصير تنمو أكثر بدون ما يشتغلوا عليها. مثل قصة وارن بافيت لما كان عمره 10 سنين، لما كان أبوه مهتم بتعليمه عن المال وداه لأول مرة لزيارة بورصة نيويورك، وبعد سنة واحدة صار وارن مهتم بالأسهم واشترى 3 أسهم من سيتي سيرفيس بريفيرد لنفسه و3 لأخته دوريس بافيت، ومن هناك بلشت رحلته الاستثمارية. واليوم هو حكيم أوماها كما يطلقون عليه، وأحد أنجح وأهم المستثمرين في العالم. هلأ خلينا ننتقل لمرحلة عمرية أكبر من هيك شوي ونحكي عن كيفية تعليم المراهقين عن المال. لتنمية مهارات الذكاء المالي لدى أبنائكم المراهقين، يمكنكم اتباع الطرق التالية. أعطوهم مسؤولية إدارة حساب بنكي. هذه الخطوة ستجعلهم يتعاملون مع البنك وقوانينه وشروطه، ويتعلموا المصطلحات المالية المعقدة. وعندما يكبرون، يصبحون قادرين على إدارة حساب بنكي أكبر. شجعوهم على توفير المال للتعليم الجامعي. إن كان أبناؤكم متحمسين للعمل خلال عطلة الصيف، شجعوهم على ذلك، وتحدثوا إليهم عن أهمية ادخار مبلغ ضئيل لتعليمهم الجامعي لاحقاً.
بهذا سيتعلمون التخطيط المالي. وجهوهم لإدارة ميزانيتهم المالية بأنفسهم. ما هو مدخولهم الأسبوعي أو الشهري؟ ما هي مصاريفهم؟ وكيف باستطاعتهم توفير مبلغ عند نهاية كل شهر؟ وبما أنهم غالباً ما يقضون معظم وقتهم على الإنترنت، يمكنهم الاستفادة من التطبيقات الكثيرة الموجودة التي تساعد المراهقين على إدارة ميزانيتهم الخاصة. هذا الأمر سيحضرهم حتماً لإدارة دخلهم بشكل جيد عندما يدخلون سوق العمل. وأخيراً، عرفوهم على مفهوم الاستثمار، فكلما بدأوا بالاستثمار في سن مبكرة، كلما كان ذلك أفضل لهم ولمستقبلهم المالي. لنحكي أكثر بالموضوع وأخذ أفكار عملية أكثر عن التربية المالية للأطفال، استشرت صديق رح خليكم تتعرفون على مين هو. سمير بن مخلوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية لندن في المغرب، ويمتلك أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والتعليم في الولايات المتحدة وإفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وشغل العديد من المناصب القيادية في مايكروسوفت على مدار 14 عاماً، منها المدير العام في الجزائر والبحرين والمغرب. أهلين فيك دكتور، لاباس عليك. لاباس الحمد لله، شكراً على استضافة ديالكم. خبرني عن سمير الطفل، هل كان مثقف مالياً؟ أنا كجميع الأطفال في العالم العربي ما كنت أعرف شيء، يعني رحت لأمريكا عمري 17 سنة، ما كنت أعرف في شيء الثقافة المالية، بس لما شفت العالم كله يشتغل، كل أصدقائي في الجامعة يشتغلوا، فأنت رايح بالمنتاليتي أنه أنا رايح أشتغل، أنا أبويا وحيبعت لي في مصاري وحدرس وحرجع بعد الدراسة. لا، أول شيء أنا أدرس وأشتغل. هذه الأشياء تعلمتها في أمريكا، فخلتني أعطي قيمة للفلوس. يعني في أطفال كثير ما يعطوا قيمة للفلوس اللي تعطيها لهم. صحيح. بس إذا كسبوها، إذا قلت له أوكي تعمل بيبي سيتين أعطيك راتب، إذا تعمل تغسل سيارة أعطيك راتب، إذا عمل شيء، إذا جبت نقط جيدة أعطيك راتب. هذه تخلي الواحد يعني يصير عنده أسوسيشن ما بين الشغل وما بين المال اللي حيدخله. سمير، أنت من واحد من المستثمرين في المغرب واستثمرت في عالم التعليم، صح؟ ترأست مايكروسوفت وفتحتها في كذا دولة، وكمان بلشت المشروع بتاع كونكتيفيتي تحت منظومة بيل جيتس. كيف خطرت عليك الفكرة أنك خلاص رح أخلي الجوب بتاعي اللي هو ستيبل، رح أخلي الحياة بتاعتي في مايكروسوفت ورح أبلش شيء من الزيرو؟ في ناس، في جوج الأنواع ديال الناس، في الناس طموحين وفي ناس تحبوا ذاك الكومفورت زون. صحيح، عايشين في كومفورت زون، وعندي أصدقاء كتير يعني في مايكروسوفت، في شركات كبرى، ويحبوا هذا الحياة، يعني ما يعني ما عندها تأثير، ما عندها تشالنجز، ما فيها تحدي. فأنا دائما أحب التحدي. هذه أول ثاني مرة أغادر مايكروسوفت. غادرت مايكروسوفت في 2006، وبعدين عشان تبلش عملت انتربرينورشيب، عملت فرانشايز بزنس، وجبت اشياء، جبت ارسنال ساكر سكول المغرب واف سي برشلونه في 2017. جات يعني، بس ليش رجعت؟ رجعت لانه اول شيء كلموني مايكروسوفت وقالوا لي ما هل ممكن تكون مدير عام في المغرب. وانا اي مس التكنولوجي، لان كنت في الانتربرينورشيب، وبس اي مس ذا تكنولوجي ورجعت لمايكروسوفت. وات واز يعني شيء يعني حبيته كثير، لانه كان حتى مايكروسوفت عملت ترانسفورميشن، يعني شركه برمجه الى شركه الكلاود، الى شركه الارتفيشال انتليجنس. ف 2017 جاتني فرصه باش نطلع مايكروسوفت ونعمل شيء اللي انا احبه. وكنت دائما انا كمايكروسوفت كنت اقدم تكنولوجيا الى التعليم. فانت دمجت ما بين التكنولوجيا والتعليم، وهذا اللي انت عم تسويه. لان انا يعني ما كان عندي مصاري، ما كان عندي، بس كانت عندي فيجن. حبيت الفيجن ديالي كنت كيف اي ترانسفورم ايدوكيشن ان ذا ديجيتال ايرا، يعني كيف هغير التعليم في عهد الديجيتال. هذه هي الماي فيجن. وتسوي سمارت سكول. اسوي سمارت سكول، اسوي سكول اللي حتكون
الأساس ديالها والسنتر ديالها هو التلميذ، مش هو المعلم، مش هو القسم، التلميذ. وهذا التلميذ حتجيه تعليم من عدة أطراف، من الآباء، من المدرسة، من الأستاذ، من الإنترنت. يعني احنا كبرنا على أنه الطريقة الوحيدة يتعلم بها الإنسان هو الأستاذ والكتاب. أيه؟ الأستاذ والكتاب. أيه؟ ما في شيء آخر، شوية التلفزيون بس. ما بس الآن في تغير العالم. يعني أنت تحكي حياتك كيف كنت يعني. أنا عندي قصة على فكرة. أنا كنت من النوع من الستودنتس، كنت بروح قبل ما أروح للكلاس بسوي ريسيرش على الكلاس اللي أنا رح أروح لها عشان إنه أتعلم أحسن. كانت هي بتساعدني عشان أتعلم أكثر وأحسن. فمرة من المرات وأنا رايحة للكلاس في الأستاذ سوى خطأ في المعادلة، فأنا بصحح له بقوله شوف أنا سويت ريسيرش، هاي المعادلة اللي عندك إياها اللي سويتها غلط. فبيقولي شو رأيك أنت تجي محلي أحسن وأنت تدرسي. يعني فهو هذاك الوقت كما إنه بيحرجني، أنا عمري 12 سنة أو 13 سنة يعني. عرفت واش كتعرفها؟ لأنه هذه الأشياء اللي قلتيها دابا هي الطريقة الصحيحة نتاع التعليم في هذا العصر. يعني هذا لا it's called flipped classroom. يعني الطريقة العادية هو الأستاذ يجي يعمل درس يعني مدة ساعة والأطفال يشوفوا طرح ممكن يشوفها في يوتيوب صحيح وما في تفاعل وأعطيكم تمرين بعدين. مين حيفسر له التعليم يعني التمرين؟ يروح عند أبوه أمه ساعات إضافية. صحيح. لا، الطريقة الصحيحة هو يعني احنا نستعملها في المدرسة وتنصح فيها الأباء نعطيه 5 minutes فيديو وعشر أسئلة على هذا الفيديو على هذا الدرس. ولما يدخل الطفل إلى القسم يسأل أسئلة، حاول يفهم، وحتى الأستاذ يعرف مين عمل efforts مين ما عمل. فهذه الأشياء هي الطريقة الصحيحة، يعني من طريقة فطرية أنتنا وصلت إليها، بس هي من طريقة عملية أحسن وترسخ الفهم أكثر للطفل عوض ما يكون بس حفظ. طيب والثقافة المالية كيف ممكن نعلمها للأطفال؟ الثقافة المالية يعني التكنولوجيا خلت أشياء سهلة وتخلي الأشياء يعني اللي الأطفال عليها باشن ممكن ياخذوا عليها فلوس. أعطيك إكزامبل مثال. يعني قبل يعني حتى كوفيد سهل الموضوع، يعني كوفيد خلى الناس تشتغل من البيت. ايه صحيح. يعني ما وقع انقطاع في العالم. صحيح. الان الناس اشتغلت، ما سافرت، ما راحت للاوفيسز، اشتغلت من البيت وكانت مور برودكتيف. فهذا يعني في الان ويب سايت لاي واحد ممكن يعمل بارت تايم جوب ويشتغل ويكسب فلوس. وانا اشجع التلاميذ وخصوصا طلبه الجامعه يشتغلوا اونلاين، وممكن يعملوا أشياء اللي هما passionate عليها. يعني موضوع الجيمين يعني evaluation of games. صحيح. الجيمين بيخلي يعني بيساعد الأطفال إنه to concentrate more، صح، إنهم يركزوا أكثر، وكمان بتساعدهم على ال earning. هلأ صار play to earn. الآن play to earn، وفيه يعني ممكن الطفل ينتج game. مش لازم بس أنا من الناس اللي ضد الاستهلاك تكنولوجيا. كيف نخلي أولادنا ينتجوا الكونتنت، ينتجوا الجيمز؟ فإذا تعلموا هذه الأشياء، لأنه إحنا الآن نوجد أولادنا لمستقبل ما نعرف كيف حيكون. صحيح. إيش هي وظائف المستقبل؟ إذا تذكر لما كنا صغار كثير وظائف رح تنشال من اللستة وتصير وظائف جديدة في المستقبل. أعطيك هذا شيء مخوف يعني. إحنا ما عم جهز أطفالنا لهذا الموضوع. أنا لما كنت صغير كانوا travel agencies يعني هذه يعملوا أي مكان تروح تشتري تيكت ويأخذ لك هوتيل. الآن هذا الشغل ما صار يعني. ما إيه صحيح، اختفى الآن، اختفى تقريباً. إيه؟ يعني هذا ترافل ايجنسيز بالمئات والآلاف اختفوا. الآن واحد يروح يعمل بوكين لوحده ويمشي الهوتيل ويشوف صارت التكنولوجيا هلأ عبر الأونلاين خلاص. exactly. بتقدر تسوي. فكيف نحضر أولادنا للمستقبل؟ هذه النقطة المهمة اللي لازم نتكلم عليها. وكيف نخلي التعليم مش الواحد يحفظ بدون فهم. لازم يكون تعليم للفهم والاستعمال. فيه جملة جيدة أحبها كثير، يقول لك لازم نخلي أطفالنا عقلهم يستعملوه كبروسيسور مش كهارد ديسك. صحيح.
اليوم في عنا طفل محتاج إنه نساعده إنه يثقف حاله مالياً ويثقف حاله ويطور من حاله. شو رأيك إنه نستضيفه معنا في الاستوديو؟ أهلاً وسهلاً. الله يسعدك. رجعنا ورمزي كساب معنا، فخلينا نتعرف على مين هو رمزي. أهلا فيك رمزي، كيف حاسس حالك اليوم؟ منيح، مرتاح. مرتاح؟ معانا إكس مايكروسوفت، كان مترأس مايكروسوفت، فرح أسألك سؤال، شو كانت أشهر لعبة لمايكروسوفت؟ أو شو هي أشهر لعبة لمايكروسوفت هلأ؟ مايكروسوفت. جواب صحيح؟ صحيح، جداً. جداً صحيح، that's amazing. شو كيف تعاملك مع فلوسك؟ هل في عندك مصروف يومي أنت بتصرفه كل يوم؟ هل أهلك مليلنك مصروف يومي لإلك؟ لا، بس بخبي معي كل وقت. بتخبي معك؟ يعني بتاخذ من وين بتجيبهم الفلوس؟ عيدية، بيرثديز وهيك. لما بيكون عندك عيدية بتحطها في بيجي بانك بتخبيهم هناك؟ وشو بتسوي فيهم بعدين؟ بصرف شوي أنت، بس كل وقت بخلي معي، ما بحب يكون عندي صفر هيك. هيك صفر، ما بتحب انك تخبي شوي؟ بكون عندي شوي. سو بتصرفهم على التياب، على شو كمان؟ تياب وشوي يعني فيديو جيمز هيك. لقيت لك، شفت رمزي بحب الفيديو جيمز وبحب التكنولوجيا. هو كجميع الاطفال في العالم العربي يعني الفيديو جيمز، يعني اوقاتهم كلها في الفيديو جيمز. تعرف على انه ممكن تكسب فلوس بهذا اللعب؟ شوي. في 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 ويب سايت فيها يدفعوا الأطفال بس يعملوا observation على games، ولا يتفاعلوا مع one to one مع gamers وهما يأخذوا كيف تصرفاتهم، وممكن الأطفال يربحوا. شوف دكتور سمير، الناس كتير بتخاف على أولادها، يعني على السيفتي، هل هدول الويب سايتس دي ار اوكي؟ يعني obviously لازم الأب والأم لازم يشوفوا أي شيء أولادهم يعملوا، يعني ما أنصح أعطي بلانك يعملوا أي شيء. بس فيه، يعني أنا دائما أقول طفل عوض ما يكون مستهلك يكون منتج. فأنت بتنصح رمزي أنه يكون منتج؟ يعني في كثير أطفال ما يعرفوا، فكيف ينتجوا content، كيف يعني ما نتكلم بس على الجيمز، يعني حتى reading writing في أشياء كثيرة يعملوها ممكن يكسبوا وراها ويتعلموا كيف يصير إنتاج مش only consumption. فهذه مع الأسف المدارس يعلموا أشياء بتاع القرن الماضي. صحيح صحيح. أنا كنت عم بحكي مع رمزي، عم بيقول لي لازم دكتور سمير يقول لي شو الأشياء الثانية اللي ممكن أكسب منها، لأنه هلأ بيحب هو يتدخر فبده كمان يكسب. فشو الأشياء الثانية اللي ممكن يكسب منها؟ رمزي تحب تأخذ صور؟ تعرف في ويب سايت ممكن تحط فيها صور، وإذا حد أي واحد بغى يستعمل صورة يدفع لك. والله؟ يا حبيت. يعني هذه أفكار تخلي الواحد عوض ما بس يلعب ممكن تعمل أشياء تحبها وتربح فيها. وشو كمان؟ أنا أنصح الأطفال يشوفوا يروحوا على ويب سايت اسمها يوديمي. يوديمي هذه فيها يتعلموا أي شيء يحبوه ممكن يتعلموا فيها. يعني واحدة من الويب سايت اللي ممكن الواحد يتعلم فيها كيف يعمل ويب سايت، كيف يعمل كودين، أي شيء ممكن يلقاه في يوديمي. يعني حتى فيه أساتذة جامعيين من هارفارد و MIT يحطوا الكونتنت فري بلاش في يوديمي. فهذا صح، أنصح الأطفال والتلاميذ يستعملوا هذا الويب سايت. دكتور سمير، الجيمين كيف ممكن تكسب عن جد؟ التكنيك يعني التكنيكاليتيز بتاعتها، هل لازم تحط يور بانك اكاونت في الويب سايت عشان يوصلك، ولا كيف بيتم؟ أو عندك اي والت؟ لا، في يعني هذا الويب سايت ما تكلمت قبل شوية عليها، كل جيم يبغي ناس يستعملوه ويشوف كيف الاستعمال دياله. يعني فيدفعوا يعني الأطفال كيف يصير انتراكشن، بيدفعوا لهم للبنك اكاونت بتاعتهم. البنك اكاونت يعني obviously يعني هون بالاكسبتنس بتاع في بعض المرات يقولوا لازم 18 سنة، في عمره 15 سنة، فلازم يكون بموافقة أبائهم. بس عندي نقطة أخيرة، يعني تفضل.
جاء عندي يعني قبل شويه سالت رمزي قلت له ايش تبغي تعمل في المستقبل؟ ايش حتدرس؟ فهو يقول لي انا احب الجيمز. فنفس الجواب اعطاه لي تلميذ يعني عندي في المدرسه. فرحت عندي كونسورتيوم اوف يونيفرسيتيز بارتنرز معاهم وحطيت بس سيرش على ايش الدبلومات اللي في الجيمين. طلع لي 27 دبلوم في الجيمين من الانيميشن الارتفيشال انتليجنس الكمبيوتر ساينس. يعني هذا صار اندستري. صار لازم هو رمزي رح اضطر انه استشيرك في هذا الموضوع بعدين مع رمزي انه تساعده يختار اي واحدة من هاي الدبلومات اللي لازم يشتغل عليها في المستقبل عشان خلاص يحقق حلمه في الجيمين ان شاء الله. شكرا كثير دكتور سمير. الله يسعدكم. ثانك يو سو ماتش. في كم شغلة حاولوا تبتعدوا عنها لما تحكوا أو تتعاملوا مع أبنائكم بالأمور المالية؟ خذوا مني هالكم نصيحة بمليون. أول شيء ما تأجلوا الحكي عن المال معاهم أو تعتمدوا على المدرسة بهذا الموضوع. كثير أهالي بينسوا أو ما بيعرفوا أهمية إنه نبدأ الحكي عن المال بعمر كتير صغير، ولازم يكون جزء من الحديث اليومي وجزء من اللعب والاستكشاف. ثاني شيء حاولوا ما تكافئوا أبنائكم بالمصاري لقيامهم بواجباتهم المدرسية. فواجب المدرسة هو مسؤوليتهم، لازم يفهموا إنهم عم بيعملوا لنفسهم. بس بدل هذا الشيء ممكن تكافئوهم على الشغلات الإضافية المميزة اللي بيساعدوا فيها في البيت. ثالث شغلة، ما تاخذوا عنهم قراراتهم المالية. المصروف اللي مع طفلك أو أي مبلغ بيحصل عليه أو بيوفره اعطيه الحرية يصرفه بالشكل اللي بده إياه، حتى ولو أنت شايفه راح يصرفه بشيء ما بيستاهل. طالما ما راح يؤذيه الأمر خليه يتحمل مسؤولية قرار الإنفاق، وهيك راح يتعلم لحاله من أخطائه، ومرة على مرة راح يعرف وين يصرف صح، خصوصاً إذا كنت أب أو أم صارمة وما بتعطي مصروف أكثر عن المصروف المحدد. رابعاً وآخر شيء، ما تجبروا أطفالكم على التوفير. أي شيء بالإجبار بعالم التربية صدقوني ما راح يجيب أي نتيجة. التوفير سلوك كثير إيجابي لكن ما بيجي بالإجبار. في تريك كثير بسيط فيكم انتو كأهل تسووه، وهي مثلاً انكم تشتروا بعض مكملات مثل الألعاب لإلهم بمالهم الخاص. قولوا لهم انكم رح تساعدوهم يوفروا من مالهم الخاص عشان يشتروها، هذا رح يخليهم يحسوا بالمسؤولية وكمان بدعمكم لإلهم. رحبوا بأفكار أبنائكم لو شو ما كانت وناقشوهم فيها، خذوها على محمل الجد واعطوهم الثقة لأنها ممكن بيوم من الأيام تصير مشروع حقيقي. وطفل مهيأ ومثقف مالياً اليوم هو رجل أو امرأة ناجحة في المستقبل. وهي بتكون خلطتنا لأول مليون.